السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو بسيط كده، هنقطع مع بعض البطيخه بكل سهوله، يعني مش هتاخد مننا وقت وفي نفس الوقت هيبقى شكلها حلو. انا معايا بطيخه كده زي ما انتم شايفينها. هبتدي اول حاجه هشيل الحته اللي هي هنا واللي تحتيها علشان اثبت البطيخه بتاعتي واقطعها. بسم الله كده هبتدي كده. شايفينها حمرا اهي وحلوة. هبتدي بقى اقلبها كده وهشيل الجزء اللي فوق برضو بنفس الطريقة. خلاص كده اتقطعت من ناحيتين. هبتدي بقى اشيل القشر ده بالشكل ده كده. بسم الله. بس لازم السكينة بقى بتاعتنا تكون حامية. واحدة واحدة كده لحد ما يطلع معانا طبعا كل القشر ده. وعايزين سكينة تكون حامية. كده. وبرضو هقلبها على الناحية التانية واقشرها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان بس الفيديو ما يطولش عليكم هقشر بقى الناحية التانية وارجع لكم. خلاص كده انا خلصتها كلها. هبتدي بقى اقسمها النصين. بسم الله. اهو شكلها يعني جميلة جدا، حمرة كده من جوه. هشيل كده النص التاني وهبتدي كده اول بالنص ده نقطعه كده. بسم الله. اهو بالشكل ده كده. وبعدين هقسمها نصين بعد ما اقطعها كده. هقسمها بالنص كده. اهو نسلكها. زي ما انتوا شايفين كده شكلها اهي، اتقطعت لمثلثات وسهله ومن غير قشر ولا اي حاجه، تتاكل كده على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلصها واوريها لكم دلوقتي. خلاص خلصت معايا زي ما انتوا شايفين كده، يعني مفيش اسهل من كده وما خدتش معايا وقت، وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هنا اهو برضو. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومطولتش عليكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم.